اولا السلام عليكم، تنشكروا جريده الفجر على التغطيه لهذه المقابله، والحمد لله ان الجريده ديما مواكبانا. بالنسبه للكاك هوند هذا العام ما يمكن ما نقدرش نهضر على كل شيء، لان عشنا واحد يمكن ازمات ماديه، ولكن الحمد لله بفضل الله وبفضل واحد المجموعه ديال الناس اللي في المدينه تيدعمونا. كاين اللي تيدعمنا على بالخفاء، كاين اللي تيدعمنا وما باغيش الاسم ديالو في الصوره، ولكن الحمد لله احنا على مشارف مقابله السد. بقات لنا مقابله وحده ان شاء الله اللي هي حاسمه في مدينه الرباط، وان شاء الله مدينه القنيطره غتشوف الخير. ويمكن باش نقدر نهضر على العام كامل وشنو وقع فيه، يمكن هذا ان شاء الله يسالي الموسم ويكون الخير، يسالي الموسم ونقدروا هذيك الساعه عاد نقدروا نقيموا المرحله ديالنا كي كانت في هذا الموسم. اكيد انتم على مشارف مقابله السد، هذه المره كتدخل مقابله السد كمسير، اكيد الرؤيه غتختلف. واش كاين شي رؤيه تدبيريه لمقابله السد؟ ومع انا عارف الظروف لا تسمح بذلك في انعدام المنح، ما نقولش لانه ظروف كاين انعدام. شوف يمكن الحمد لله ان النادي القنيطري تيمتلك واحد الوليدات اللي هما لاعبين، اللي عارفين القيمه ديال النادي، عارفين القيمه ديال الشعار، عارفين ان المدينه يمكن ما مساعدهمش، ولكن هما قادرين يتحملوا المسؤوليه. لذا خفوا عليا انا كمن الجانب ديال المسير، خفوا عليا واحد العبء كبير، لان يمكن عارف ان كلوب خصو لي بريم دو ماتش، خاص لي سالير، خاص بزاف الامور اللي هما يمكن ماشي تنقولوا لهم فابور، ولكن تنقولوا لهم تسناو بان ما جا الفرج. ناس اخرين راه ما كاين دي كلوب اخرين تيحطوا لهم السوارت وتيمشيو فحالهم، ولكن الحمد لله احنا كما قلتها المره الاولى برضات الوالدين وبواحد المجموعه ديال الشباب اللي تيضحيوا بالغالي والنفيس من اجل هذا الفريق، تنظن ان الجزاء ديالهم غيكون هو الصعود للقسم الوطني الاول ان شاء الله. الا جيت نهضر على الجمهور ديال حلاله بويس نقولها وتنعاودها، الجمهور عالمي، نهضر على الجمهور مدينه القنيطره العاشق للرياضات، جميع الرياضات. يمكن كاين واحد التخلف شويه على بعض الفروع ديال النادي القنيطري من ناحيه الجمهور، ولكن حنا ما نقدروش نحاسبهم لان الصوره خايبه، لان منين كنت نلعب في القسم الممتاز هذيك الساعه غنفرض على الجمهور انه يجي يساندني. اما في الدوزيام سيري تتبقى خص القتاليه ديال اللاعبين وديال المكتب وديال المدربين، ومنين نحقوا الصعود وغنوليو ندخلوا دي كرون كلوب راه هذيك الساعه جمهور حلاله ما عمرو يفرط فينا، لان ساهم معنا بواحد 10,000 درهم تنحتارموهم تيحتارمونا، يمكن علاقتنا معاهم زوينه تنقولها بهذا المفهوم. وان شاء الله في قادم الايام راه غيكونوا هما السند ديالنا، علاش لا الا وصلنا النهائي بطوله المغرب يساندونا برا القنيطره. الكاك تعيش.